اللي غيمشي يوم الاحد في رينيو ان هنا في ام كورس كاترو اي بلي كوارتي، هذا كوارتي بليس تقريبا سيس بارتو، في الخيول الكاترو في الخيول الكبيرة في العمر سيس بارتو دي. نتمنوا التوفيق الخوت لي فافوري ديالهم كات سيس، تنظن ان الكات هو التيران والسيس اول خطرة غيدخل للتيران. العود عنده كادرو تا هو خيول ديال سانشيز جاري في البيست في برنافيا في 30,000 أورو، عنده بيست بيست عاوتاني بيست صعب في بر في البرنوشي كلابول مي دوفيد بروميير فوا. الكات هو التيران، الكات هو التيران، ولكن تيبقى واحد فيهم ممكن يجي، واحد فيهم الخوت ممكن يجي. الشونتي لي دوزيام في الكازو عندو الدوفيل، عندو الدوفيل في 19,000 أورو في ريفيرونس 33.5 وهي غدا نفس ريفيرونس غدا 34. سيكونت شونس 5 10 14 2، اوتسايدر 3 9 8 7 15 12 16 13 11. الأونز عنده واحد المشكل ديال لا رونتري ديال 2019، تقريبا 3 سنين ما جراش هاد الأونز. فيرياسيون ما كاينش شي واحد زايد ليه، كلشي ناقصين ليه. كاين ديرني سوكسي في الباركور كاين هو 14. فيشي دو سيزيام و نف ستيام، سانك لود 7 4 و 10 7. على كل حال الخوت، على كل حال المهم اللي نشوفوا اللي عجبونا. اول عوده الخوت ناخذوا هو الرقم 10 ايلدن. هذا العود عود صحيح جاري في التيران في لا كونديسيون، هي غدا هانديكاب تنظن يقدر يكون لا باز هذا العود. هذا عندكم هو العود ديال اللي راكب عليه كريستوف كريستيان ديميرو رقم 14 هي لي 10 14، مع داك الكات ولا السيس واحد فيهم. وانا كنقول واقيلا الكات، تنظن الكات هو اللي ممكن. السيس لا كورت سايز 1500 يقدر يتعثر. المهم الكات او السيس راه واحد فيهم، مع الديس مع الكاتورز ربما العشرة يكون لاباز غدا العشرة. الكاتورز راجع التيران، الكاتورز راجع التيران اللي خاسر ساتيام نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي كريستيان تيميرو. الكاتورز هو التيران فاتي غني عن تعريفة فاتي، هذا خيول ديال ستيفان واطيل. تنظن ان ديس كاتورز لوجيك، لوجيك خصهم يجي ديس ويجيو مع الكاتورز. وخدينا عاود في الفافوري يما الكات يما السيس، عندهم بوا واحد نورمالمون غادي يطلع واحد فيهم يما الكات يما السيس. وانا غنرشح الكات مع الديس ومع الكاتورز. كان عود للخيول الاخرين الاخوان، تنظن جو متابعين يعني 7 8 9 7 8 9 نف عود ديال مادموزيل فولمر شامينو تا هو عنده في التواد النف والويت كذلك والسات كذلك، يقدر يجي فيهم شي واحد، ممكن يجي فيهم شي واحد. على كل حال كات سات ويت نف ديس كاتورز. السات ديال اللي شوفو هما هادو، كات سات ويت نف ديس كاتورز كاتورز. بغينا نزيدو واحد العود ديال 60 كيلو، ربما 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 عود ديال 60 كيلو ربما يطلع دوه غريغوري بينوا، ممكن يطلع هاد العود هذا، ممكن اول خطرة يركب عليه بينوا ممكن يطلع هاد العود. البرونوستيك الخوتية هادي الكات دو كات 7 8 9 10. العود ديال لاباز تنظن هو 10، 10 ممكن تعولوا عليه في لاباز. عنده واحد لاكورد اللي هي في مستوى لاكورد 5
وكذلك الكاتورز هو عنده في لاكورت ناف هذا 1500 الكاتورز والتيران تيربح التيران ولكن قديم آخر كورسة في التيران غادي نشوفو هاد الكاتورز هذا آخر كورسة في التيران في الدوفيل في 1500 تقريبا في 2020 أواخر ديال 2020 كان مشى عليه أليكس روسيل بالسوق نفس البوان نفس الريفيرونس دار تروازيام بلاس في لاكورت سيس تنظن تروازيام بلاس يقدر يحققها في هاد العام هذا تروازيام بلاس يعني كانت يتقاتل مع دوزيام بلاس ونشوفو 60 كيلو كتكون واجبة يا الإخوان 60 كيلو 60 كيلو كتجي ممكن يطلع شي عود في 60 كيلو ولا كان يطلع شي عود في 60 كيلو راه هو الرقم جوج الرقم جوج غريغوري بينوا سات ويت نورمالمون يقدر يبان فيهم شي واحد ممكن يبان فيهم شي واحد ما يتلقاوش بجوج سات ويت ساتويت ما كنضرش يتلقاو بجوج ساتويت يقدر يبقاو مور اكس مي لك الكات كاين الاخوان كات ديال فرانسوا مونفور لك الكات غيجر مع 10 مباشرة يعني كات ديس العود الثالث ربما يكون الكاتورز ربما يكون الناف جويو مالبيك رقم تسعود يقدر تقدر تعوله